السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. ايه اللي انتي عاملاه ده يا حنان؟ ايه عرض العلب دي؟ هعمل لكم النهارده ريفيو عن علب تبر وير. انا عملت قبل كده جزء عن علب تبر وير، النهارده هعمل لكم لان شفت حاجه تانية او عملت حاجه تانية وجبت علب تانية، فانا هقول لكم ان شاء الله تجربتي مع علب تبر وير حلوه ولا مش حلوه، تستاهل ولا ما تستاهلش، فلوسها غاليه رمينا فيها الفلوس ولا ما رميناش فلوسنا على الارض. انتظروني هحط دلوقتي التليفون عشان نظبط الكاميرا ونشوف هنعمل ايه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بصوا، يبقى العلب دي كده. انتوا طبعا دول شفتهم قبل كده وانا عملت لكم فيديو عن العلب دي، اوكي؟ عملت لكم ريفيو عن العلب دي، اللي كنت اشتريتها وعملت لكم ريفيو عنه، وهحط لكم لينك الحلقه بتاعته تحت اللينك الحلقه دي بس عشان ما نطولش الفيديو. بس انا عايزه اوريكم حاجه. بصوا، دي سلطه طماطم، سلطه جبنه، صارت جبنه فيها بصل وفيها طماطم وفيها كل حاجه. بقى لها قد ايه عندي في الثلاجه؟ بقى لها 3 اسابيع، 3 داخله على الرابع. بصوا الحاجه زي ما هي، ريحتها ما اتغيرتش، البصل زي ما هو بيقرمش. لو بتلاحظوا انا كنت ماليه العلبه دي، باخد كل يوم منها شويه ونغطيها ونشيلها في الثلاجه. دي العلب اللي انا كنت عملت عليها ريفيو، بس كنت عملت عليها ريفيو وهي فاضيه. ماشي، ادي دي. انا دول اصلا مشتريهم عشان الجبن. طريقة قفلهم بصي كده، لازم تسمعي التكة دي، تسمعي التكة دي. ماشي، اصلا مشترية دول ودول عشان الجبن، يعني بسم الله الرحمن الرحيم انا عايزاهم للجبن، مش عايزة حاجة تانية. جبنة القريش المعقدة كل الناس دي بقى لها بقى شهر، او والله بصوا انا مش عارفة اقول لكم شهر شهرين، انا مش عارفة شهر، هي بقى لها شهر. ماشي، ما كنت مالية العلبة برضو، ما بغسلهاش، بجيبها من الفلاحه كيلو او كيلو ونص، دي بتاخد كيلو او كيلو ونص، بس انا بحط فيها كيلو عشان ما تبقاش كلها مضغوطه، واطلعها من الكيس زي ما هي، ما اشطفهاش، واخد القطعه زي ما انا عايزه بالمعلقه او بالشوكه واشطفها وابتدي اشتغل فيها. فهمتوني ازاي؟ وكذلك هنا استخدم بمعلقه نظيفه. فدي للجبنه القريش، دي خلاص بتاعت الجبنه القريش برده بنفس الطريقه. بصي سمعتي؟ لازم التكه تيجي من هنا وبتتفتح من كده. خلاص، دول طبعا انا مش فاكره سعرهم لان دول احنا زي ما قلت لكم انا جايباهم من فتره، بس لما عملت ريفيو عملت ريفيو وهم فاضيين. دول بقى المفروض بتوع فريزر، بس انا مش بستخدمهم فريزر، انا هوريكم النهارده العجب. دول انا حطيت فيهم الجبن، جبنه رومي بقالها اسبوع. ماشي، دي بواقي جبنه رومي، دي بتاخد نص كيلو، تاخد نص كيلو او ربع كيلو مرتاح، تاخد نص كيلو. ماشي، برضو بصوا تتقفل جامد جدا، بصوا من هنا ومن هنا ومن هنا، لازم تتك ولازم تحس ان دي دخلت لجوه. فهمتوني ازاي؟ برضو هنا فيها ايه؟ بواقي، كان بواقي فلامانك، هوريكم بس اللانشون، عايزه اوريكم اللانشون. هي عيب دي بس اللي انا قايله لكم قبل كده في الفيديو اللي فات، ان عيبها ان هي انت مش عارفه دي ايه وده ايه. فهمتوني؟ لازم تقلبي كده عشان اعرف ده جواها ايه. بصي هي ليها من هنا شفه اللانشون اهو، بصي ولا عرق ولا عفن ولا اي حاجه خالص. بجيب الربع كيلو واروح مقطعاه 2 لان هي مش هتدخل كلها في العلبه اهي، واروح حاطاه ونقفله برده. وادي يبقى ادي اللانشون والجبنه الرومي والجبنه الفلامانك، الجبنه الشيدر اللي انت عايزاها، وادي دي جبنه بيضه برضو اهي بالميه بتاعتها، بناخد منها وما بيجرالهاش ولا بتصفر ولا ريحتها تتغير ولا اي حاجه. مش هطول لكم ناحيه العلب دي، بس زي ما بقول لكم دي المفروض فريزر تحط فيها بقيه خضار، صلصه، ثوم، بصل، وبتتحط في الفريزر. لا انا مستخدماها للجبن واللانشون، والتحفه ورائعه. وما اقولكوش تاخد ده نص كيلو جبنه، على فكره ده نص كيلو جبنه بيضه. ماشي، واخده نص كيلو جبنه بيضه بحالها، انا قلت اشوف هتاخد مني النص كيلو ولا لا. ودي واخده ربع كيلو لانشون، ودي معايا فوق كيلو جبنه قريش، وهنا برضو زي ما قلت لكم دول اللي هم القدام. نيجي للجداد بقى اللي انا لسه مشترياهم بقالي كام يوم، مثلا من مثلا ايه 4 5 ايام. جبت الاثنين دول مرات برضو، انا جايبهم لكم المره دي، هما مليانين. بصوا الاثنين دول كان عليهم عرض،
جيب غطاها كده وجيب غطاها كده. دي لتر وحاجة يعني، دي ازيد، دي حوالي لتر ونص، ازيد من لتر ونص. انا بقى خلاص اكتفيت دول بالجبن وللعشاء، خلاص دول كده مش هحط فيهم حاجة تانية. فانا عايزة لما لقيتهم دول بقى ممتازين معايا ورائعين، لا انا عايزة بقى خضار سلطة. طبعا لما تجيب الخيار والحاجات دي حسيت بقى ان انا ايه، لا يعتبر وير بقى، كنت فاكراه ورا، يمكن قلت لكم قبل كده في الفيديو ده، مش هاخد منهم حاجه تانية. جبت الاثنين دول، الواحده ب 100 جنيه بعد الخاص، او ب 99 بعد الخاص. ماشي، دي فاضيه لسه ما استخدمتهاش. دي بصوا تتفتح من هنا ليها شفه، دي فوق الاثنين، 2 لتر او متهيألي 2 لتر. بصي تستخدميها كده سلطه بقالها 4 5 ايام مفيهاش اي حاجه، بصلها طماطم كله زي ما هي، ياخدوا معلقه نظيفه وترجعي تقفليها تاني ولا يجرى لها اي حاجه. تقفل ازاي بقى؟ بصوا دي الدايره دي لازم نفضل نقفل من ورا كده، بصي من ورا، بصي لازم، بصي اتقفلت دي تدخل لجوه، الدايره دي تبقى نازله لجوه، اول ما تنزل جوه خلاص معناها ان ما فيهاش هوا، مش هيتفاعل مع الاكل، وهي طبعا البلاستيك بتاعها نظيف والخامه بتاعتها نظيفه، فبتبقى محافظه لي على الحاجه دي. مليتها سلطه حلوه، خدت فوق النص كيلو خيار، وخدت حوالي كيلو طماطم او كيلو لربع طماطم مع بصلايه مع الفلفل الرومي، حوالي ربع كيلو فلفل رومي، واهي وبناخد منها زي ما احنا عايزين ونقفلها ونشيلها تاني. اوكي، في ايه تاني الحلوه دي؟ طبعا كلنا دي بقى نوع تاني، دي كانت اغلاهم بصراحه، وانا اتخميت فيها لان في الصوره في الكتالوج دي كبيره، فانا افتكرتها اكبر من الاحمر، دي طلعت لا الحمرا هي اللي كبيره. بصي غطاها سيليكون ابيض، ده فيها فول، بعمل الفول اللي انا عايزاه زي ما انتم عارفين ان انا بدمس الفول واشيله في الفريزر واطلع الكيس واحطه هنا وناخد زي ما احنا، من غير بقى من غير اي حاجه خالص يعني، ما فيهوش لا عليه ولا ملح ولا ليمون ولا الكلام ده. وهي بتتقفل، بصي غطاها سيليكون ازاي، دي بقى من فوق كده ما بتنزلش تحت، لا زي ما هي وبرده تتقفل. بصي تقفلي قوي قوي قوي، نجاح قابل علب تبر وير، تقفليهم ما يدخلش فيهم نفس، للفول للخضار للطبيخ، بواقي مكرونه عندك، بواقي اي حاجه. خلاص يا قلبي، ادي دي علبه الفول، نعمل ايه تاني؟ انا هبعدهم بس كده عشان اوريكم التانيين، ناخد دي كده عشان تبان لكم. دي كام لتر؟ انا مش فاكره دي كام لتر، بس دي 9.9 الكبيره دي 9.9، دي مش دي متهيألي 4 لتر، دي 4 لتر، دي اللي فيها زرار يمين وشمال وفي النص، ليها هنا هنا خضار. اوكي، الخضار ده على اساسه انا بحط العلامه، يعني انا هنا لو انا حاطه الخضار مثلا اللي هي البتنجان والخيار والكوسه والطماطم، يبقى انا هخلي هنا، فهمتوني ازاي؟ بس انا ريحت نفسي ماليش دعوه بدي كلها خالص، انا صاحبتي اللي انا بتعامل معاها في تبر وير كلمتها وقلت لها قولي لي اعمل ايه في ام الزرايه دي، عشان الزرايه دي مضايقاني، مش كل مره هلبس النظاره، قالت لي خليه في النص وريحي نفسك، ولا يمين ولا شمال وفي النص، وحلوه وبنت حلال ليها شفه. حطيت فيها ايه بقى؟ مليت فيها 4 كيلو كانتالوب، 4 كيلو ونص كمان كانتالوب، قطعتهم مره واحده وغطيتهم بقى لهم 4 ايام، بصوا بحالهم، لا اتهرى ولا اي حاجه. ليه نزل ميه؟ عشان انا كنت رش عليه سكر، كانتالوب انا جايباه كان ماسخ شويه فرشيت عليه سكر، بصوا ولا في اي حاجه، ياخدوا بمعلقه نظيفه بشوكه نظيفه ونرجع نقفلها تاني، تتقفل من ورا علب تبر وير، تتقفل من ورا كده كده كده، فهمتوني ازاي؟ معلش حبايبي شغلت المروحه، الجو حر، التكييف مش واصل لحد عندي. خلاص حبايبي، يبقى احنا دي مش شرط فاكهه، لا ممكن احط فيها قوطه بس، ممكن احط فيها خيار بس، ممكن احط فيها اي حاجه، بس انا بصراحه عجبتني جدا. انا ممكن اجيب البطيخ واروح اقطعها واحطها، اجيب الشمامه، اجيب يعني انا عايزه دي اعملها للفاكهه، فهمتوني ازاي؟ دي تبقى للفاكهه، وزي ما قلت لكم ان هي الزرار يبقى في النص، فهمتوني ازاي؟ معلش هو الموبايل بيتحرك، المروحه ضيقه عليا، في
تقولي حبايبي معلش حقكم عليا. خلاص يا قلبي، فانت دي ممكن احط فيها قوطه كامله، خيار، خضره، جرجير، ممكن اعملها برضو. بصوا هي اهي الرسومات بتاعتها، يعني تاخد فاكهه وتاخد خيار وخضار، فهمتوني؟ فيها اناناس، فيها طبعا عشان انا مش شايفه من غير النضاره، فهمتوني ازاي؟ فيها ارنبيط، فيها خضره، فيها خيار، فيها كوسه، تاخد كل حاجه. بس زي ما بقول لكم، انا هم يقولوا على عيني وراسي اللي هم عايزينه، انا بقى استعملها ازاي، فهمتوني؟ فانا دي احلى استعمال ليا ان انا اخليها للفاكهه. جبت الاربعه كيلو كنتالوب، قطعتهم حطيتهم، يا سلام. وصاحبتي قالت لي خليها في النص، مخليها في النص بقى له قد ايه معايا، مع الاربع ايام كانت العلبه دي مليانه للاخر كنتالوب، ممتازه، ولا ستريتش ولا الكلام ده، ولا توقع ميه ولا تدبل زي ما بيقولوا الكنتالوب بقى، ولا البطيخه ولا اي حاجه من الكلام ده. خلاص نيجي بقى للحلوه دي، اللي هم انا عارفه شركه تبروير هتروح متخانقه معايا وتقول لي انت بهدلتنا، انت بهدلتي الدنيا. الحلوه الكبيره دي 9.9 لتر، ماشي، وغاليه، غاليه برقم، معلش انا عارفه انت هتقول لي انت بتعرضي حاجات غاليه، بس والله العظيم يعني ايه، انت مش كلهم تجيبيهم مره واحده، جمعي كل ما معاكي 100 جنيه زياده شيليها، 200 شيليهم، هتلاقيكي صدقيني هتنسي تاني ان انت تستخدمي اي علب نوع تاني. انا ماليش مصلحه من الشركه دي غير ان انا بشتري منها وربنا يستر، فهمتني؟ بص العلبه الحلوه الكبيره دي المفروض خضار، مش يا قلبي؟ ما تحكوش عليا، ايه ده مش خضار، حطيتها للعيش. بصوا بقى، ده بقاله 5 ايام، 5 ايام، ماشي، دي مش بتاعت عيش يا حنان، عارفه والله انها مش بتاعت عيش، ممكن يرفعوا عليا قضيه. كذلك بصوا بقاله 3 ايام، خلاص. بصوا بقى، انا كنت جايباها وجايبه العشاء معايا، خلاص، رحت عملت ايه، الفينو محطوط على الترابيزه وهي محطوطه على الترابيزه، بقاله يومين، ماشي، بقاله ايه، يومين، فهمتوني ازاي؟ ما بقول لكم اعتبر ورها ترفع عليه قضيه. فالفينو كان محطوط، طب فهتعملي ايه؟ وده بقيت كايزر، انا كنت مخليه بره، فقلت لها ايه، تعالي دلوقتي، انت مش وقتك دلوقتي التلاجه، انا لسه ما جبتش خيار وجبت حاجات عشان انا عندي منظمات زي ما انتم عارفين. فرحت فاتحه، رحت شايله فيها الفينو، قلت ايه، اجرب من هنا للصبح، انا لسه هستخدمها الصبح، والله العظيم هي جت كده، يعني انا جايباها وجايبه العلب وجايبه عشا ومعاهم الفينو ومعاهم الحاجه وكلهم محطوطين على ترابيزه الانتريه، لسه برتب. فقلت لها لا، انت لسه ايه، لازم افضلها طبعا ضرفه في المطبخ، في سوري في الثلاجه، واشيل المنظمات والكلام ده. فقلت لها ايه، لا تعالي انت ايه، هستخدمك الصبح، طب والله هحط فيك الفينو، خلاص، ان انا الفينو ده جايبه عشان استخدمه الصبح. واتفاجئت يا حبايب قلبي، والله احنا الفينو ده بنجيبه، اجيب 10 ترغيفه يا حبايبي، ياكلوا 3 ترغيفه او 4 ترغيفه والباقي يترمي، فهمتوني ازاي؟ اجيب من ده رغيفين 3 والباقي ينشف، يجرى له اي حاجه. دي اصلا هي بتبقى كده، بصوا ده الاصلي بتاعها، هي بتاعت خضار وفاكهه زيها زي الصغيره، بتاخد 4 كيلو خضار و5 كيلو خضار كمان، ده اللي انا عارفاه وانا مشتريها مخصوص عشان كده. دي سعرها من غير جوزي ما يسمع قبل ما يجي 300 وحاجه، دي سعرها 300 وحاجه، ودي سعرها 207، دي 207، ماشي. والاحمر الواحده ب 99 جنيه، والموف بس اللي كانت غاليه ب 140 جنيه، 144 جنيه. بص انا قلت لكم السعر سريعا قبل جوزي دخل جوه مش سامعني، قبل ما يجي ويموتني، بس هو بس بيتفرج على فيديوهاتي، بساله عليا، فهمتوني ازاي؟ بصوا بقى، هي هنا مخططه، بصوا مخططه وايه، بارزه، بحيث ان انت لو حطيتي الخيار، حطيتي القوطه، حطيتي اي حاجه، ما تبقاش ملاصقه لهنا، والميه لما تنزل تعفن الخضار، لا هي تبقى عاليه، فهمتوني؟ فالميه لما تنزل تحت ما تبقى بعيده عن الخضار، فهمتوني ازاي يا حبيبي؟ هي رائعه جدا للخضار، وانا جايباها اصلا عشان حاجتين اساسيين، الطماطم والخيار. الطماطم والخيار، بصوا انا الخيار ده برمي كميه خيار ما اقولكوش، تحطيه في استرتش بيبوظ، تحطيه في فوطه بيبوظ، بصوا الخيار عندي بيبوظ مش عارفه ليه. انا اسف، فانا جايباها الطماطم يعني اهي بنقذ ما يمكن انقاذه، لكن الخيار وبزعل عليه، يا اما يدبل، عارفه تلاقي الخيار دبلانه كده شكلها في السلطه بيبقى يعني مقزز، فانا جايباها عشان كده. فوالله
ان شاء الله باذن الله اخلص العيش ده بس ماشي، ونستخدمها للخضار، واقول لكم ساعتها انا عملت ايه. يعني الخضار شكله هعمل لكم ريفيو تاني، وادعوا لي تاني برضو ان شاء الله باذن ربنا ارجع اشتري تاني. ماشي، بصوا ادي العيش اهو، العيش تحفه وجميله، ويعتبر وير. ما ترفعوش عليا قضيه عشان انا كده غيرت ملامح خالص خالص العلبه دي. بص تاخد عيش تاني كمان على فكره، تاخد كحك وبسكوت، تاخد كل حاجه. انا عارفه ان هم عندهم عيشه ب 700 جنيه عشان تبقوا عارفين. انت كده لا، طب انا اجيب دي واحطها وفوق دي في فريزر تحفه، وبرده دي تبقى في النص خلاص ما بتدخلهاش هواء. اديني قلت لكم العيش فاضل فيه بقاله كام يوم عندي. ادي اهم علب تبروير، ماليش بيني وبينهم اي مصلحه غير ان انا باخد منهم خامه حلوه ومنتج حلو. ما بعملش اعلانات، ما بعملش دعايه، وطبعا انتوا كلكم عارفيني، انتوا مش جداد عليا، ما بعملش دعايه، ما بعملش اعلانات خالص. وطبعا مش تبروير اللي انا هعملها اعلان، يعني حرام، يعني ده هم يعني زي ما بيقولوا مش محتاجين، فهمتوني ازاي ان هو يتعمل لهم اعلان. دي خبرتي او اسمعوا لي استخداماتي للتبر وير، مش خساره فيها الفلوس، عارفه انها غاليه بس تستحق، صدقيني تستحق، والله اقسم بالله لو ما تستحقش وفيها عيب لا هقول لك، ومش هخاف ومش هتكسف، يعني ده ربنا هو اللي هيحاسبني، انا مش هضحك عليك واقول لك لا دي حلوه ودي 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 وهي بتعفن وتبوظ الحاجه وتروح تدفعي فيها ميات. لا يا حبيبتي حرام، انا مش هقبلها على نفسي فمش هقبلها عليك. جربوها واشتروهم واحده بواحده زي ما انا اشتريتهم واحده بواحده، ومش هتحسوا بيهم. يا ريت يكون فيديو النهارده عجبكم واستفدتوا منه. بحبكم قد الدنيا دي كلها. انا حنان رمضان.